أعلنت الصين أن بقايا صاروخها لونغ مارش 5B سقطت في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض. وقال مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني أن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي صباحا وسقطت في موقع في المحيط الهندي جنوب غرب الهند وسريلانكا. وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي. وانطلق الصاروخ لونغ مارش 5B من جزيرة هاينان الصينية في 29 من إبريل حاملا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية. وأثار خروج المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياما بشأن موقع سقوط الحطام.